شوف كي يبدا عندك جارديا انت يلعب الجمعه اللي فاتت جي جمعه هذه تنحيه الاسباب ما نعرفوا شنو هو سي نورمال باش اخذ جبل الناس كون نحبوه والكنا كي كنا صغار عمرنا ما حطونا في دي كونديسيون خايبين هكا تجي تلعب ولاد صغير ماشي طول في سوسه وتوش باش يعطيك باش يعطيك فهمت نجمش تلعب انت تلعب بالليزاتوم تاعك اليوم وماشي صعيب نجم تربح نجم ليه اما تلعب ناقص دي زاتو سي نورمال ولي شونجمون ريت ماشي اليوم صار فلات شنو صار اربع شهور ملي معنا السيد هذا نحي هذا حط الاخر كل جمعه حدا ما فماش اوتوماتيزم فريشور فيزيك ما فماش وديما تقول هو علام تقول هو يعرف الكوره اكثر من الناس الكل راك تشوف معناها انت رغم اللي عام خايب ورغم اللي صار نجموا نكملوا رابعين لارجومون معناها ونحن مرتاحين فهمت مش بالغصر نقعدوا نستناو لين جمعيه تخسر ولا جمعيه تربح انا ما فيناش كاتريا ما ربحناش حتى زماتش على بعض هذا الكل ديما كل جمعه يخرج يقولنا لا 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 كي نربحوا هو صفا وكي نخسروا نحن ما هو فما زاد حاجات المراجعه كاهو برشا غلط صاروا احنا نتحملوا فيها مسؤوليه مسؤوليه كبيره ترجع ليه هو فما اختيارات هو يتحمل فيها مسؤوليه 100% والله مستقبل برشا حاجات المراجعه الحقيقه ليكيب مش خايبه عندنا دي جون جوار باهين صاروا برشا غلط كما قلت لك يلزم اطار فني باهي اللي باش ينجم يحط ليكيب في الوسط صحيح يظهر لي ليتوال جمعيه باهيه لي جوار نتاعهم عنده برشا يلعبوا مع بعضهم ظاهر لوتوماتيزم سور تيران عكس احنا اليوم يظهر لي ماتش الكوب كنا خير من ماتش اليوم اليوم كما نقولوا ما كناش كالعاده كما ماتش الديربي كاو عامل النسيان سنين كلوب افريكان ان شاء الله ما عادش يتعاودوا بقدره ربي عام جاي من البريباراسيون لازمنا نعرفوا على شنو قادمين يدور لي عندنا مئوية 2021 عندنا مئوية بقدرة ربي نكونوا حاضرين كيف أحمد اليوم شكون اللي يتحمل المسؤولية في اللي صار للفريق الكل؟ والله شو نقول لك؟ الناس الكل تحمل مسؤوليتها يدور لي في الربح الناس الكل نفرحوا في الخسارة الناس الكل نهزوا الخسارة يدور لي الناس الكل تتحمل مسؤوليتها وكل واحد يعرف اغلاطه وكل واحد يتحمل مسؤوليته وكهو ان شاء الله كما قلت لك عام سنه ما عادش يتعاود وعام الجاي يكون خير ان شاء الله.